الجدري ظهر عند الحمام في الشتاء، طب ليه الجدري ظهر في الشتاء؟ تعال نشوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى، إزيكم وحشونا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعريف الجدري وأسباب ظهوره، إيه اللي خلى الجدري يظهر عند الحمام؟ هو جدري عموما مش جدري الحمام بس، هو جدري الطيور، لازم تبقى عارف إن الجدري مرض فيروسي ملوش علاج. هو له تحصين بس. بنستخدم بس معاه أدوية لتخفيف حدة المرض، يعني إيه؟ حاجات كلها رافع مناعة علشان نخفف حدة المرض. بيظهر في الزغليل طبعا اكتر، خاصة في العظمة دي اللي هي عظمة الجناح اللي هي زي دي، وساعات في وش الزغليل، تلاقي في وش الزغلول طالع هنا حباية او كده، او في الناحيتين او هنا حوالين الراس، احيانا في رجلين الحمام، في رجلين الزغليل والحمام من هنا، واحيانا تلاقي عند الفتحة من هنا من ورا، والنوع الصعب اللي هو بتلاقيه داخل الفم. داخل الفم ممكن تفتكره كانكر، لكن انت ممكن تفرق بينه وبين الكانكر بايه؟ الكانكر هتلاقيه جوه الحلق خالص، جوه زور الزغلول، هتلاقيه في الداخل، وهتلاقيه طبقه رقيقه جدا سهله ان انت تشيلها. لو احنا كنا بنشيلها بقطمه وعود كبريت او بسلكه الودان بندخلها جوه خالص بتشيلها، لكن حبايه الجدري بتلاقيها على اللسان من بره في الخارج كده، وهتلاقيها سميكه شويه، لو حاولت تشيلها هتلاقي تخر دم، هتلاقيها تجرحها يعني. تمام، ده تعريف الجدري باللي احنا قلنا عليه، وزي ما قلنا ان هو الجدري له عده اصناف، يعني له انواع كتيره جدا. بينتشر الجدري اكتر في فصل الصيف، واحيانا بينتشر زي ما ظهر عندي كده اخيرا في فصل الشتاء، وهقول لكم ليه الاسباب. طيب، اسباب انتشار الجدري اللي هي الحشرات، خاصه الناموس. الجدري بينتشر من الناموس، اكتر حاجه بتنقل الجدري، الفاش وسوسه الريش وذبابه الطيور اللي هي الذبابه اللي احنا بنشوفها في ريش الحمام، طبعا كل الناس عارفينها. ومنها كمان الاسباب كمان ان هو الطائر، لما يكون طائر مصاب وبيشرب من مسقه وطائر تاني جه شرب من نفس المسقه طبعا بيصاب. وحضرتك لو مسكت طائر مصاب ومسكت طائر سليم بتنقل المرض برضه. ولو انت بتروح السوق برضه بتقلب في الحمام وتمسك المصاب، في كل الامراض عموما يعني، فانت لازم تيجي من السوق تغسل ايديك، او تيجي من بره تغسل ايديك قبل ما تطلع للحمام، تغسل ايديك وتغير هدوم اللي انت كنت بها في السوق. بعض انواع الجدري يا جماعه بتسبب الموت المفاجئ، يعني حضرتك ممكن مش اخد بالك ان في جدري، وتلاقي ان الحمام بيموت لوحده وانت مش عارف ايه السبب، وهو تلاقيه بيحاول يكح، عايز تحس ان هو عايز يخرج حاجه وفي حبايه جدري من الداخل، فتلاقي الحمام مات موت مفاجئ. للوقايه هتعمل ايه؟ تقفل المكان بسلك ما يدخلش الناموس ولا حشرات، وما يدخلش كمان الطيور زي العصافير اللي بتخش تاكل مع الحمام، او اي طيور ممكن تحمل المرض وتنقله على الحمام، الجدري او اي امراض تانية. لازم تنظف المكان كويس وتطهره من الحشرات، واطفي النور بالليل عشان النور هو اللي بيجمع الناموس. وزي ما قلت لك، في جدري ممكن تشوفه وفي جدري مش هتشوفه، اللي هو بيظهر في الحلقه او في الداخل، وبيعمل صعوبه في البلع، تحس ان الحمامه مش قادره تبلع الاكل اللي هي بتاكله. الجدري ملوش علاج يا جماعه، يعني اللي احنا بنعملها كلها ان احنا بنرفع مناعته وبنحاول نشيلها زي ما قبل كده قلنا، فيه اللي بيقشط الحبايه، وفي اللي بيدعكها بملح وليمون، وفي اللي بيعملها اللي بروح الخل. كل الحاجات دي مش علاج، يعني هو مش علاج، ولكن هو له تحصين بالشوكه في البدايه خالص، تحصين سنوي بتاخد كل سنه، ان انت تحصن الحمام وتحصن الزغاليل اللي تطلع عندك، ده اللي ممكن تعمله. اما علاج احنا هنقول لك هتعمل ايه لو ظهر. لو ظهر الجدري عندك في الحمام، يبقى اللي انت هتعمله، كل اللي انت هتعمله ايه؟ هترفع مناعه الحمام. اول حاجه واحسن حاجه هتشتري ازازه صغيره زي كده. ليه ازازه صغيره؟ لان ده نص سنت على لتر الميه، ده احسن رافع مناعه يا جماعه، بيطري، اسمه روبا ديار، سيب لك صورته دلوقتي. نص سنتي على اللتر لمده 3 ايام. تمام، هتقول لي مش هلاقي ده عندي، هقول لك هتعمل ايه لو ما لقيتش ده، بس هو ده هيبقى اوفر لك. هو العبوه بتاعته غاليه جدا، لكن انت هتشتري الكميه اللي تكفيك الصغيره زي ما قلت لك، نص سنت على اللتر لمده 3 ايام، سقوه واحده بس الصبح او اخر النهار، المهم سقوه من ده، واقول لك السقوه التانيه تعمل ايه. تمام، يبقى ده نص سنتي منه مره واحده 3 ايام سقوه. السقوه التانيه هتعطي ايه؟ هتعطي فيتامين الف دال 3. تمام، خلاص كده خلصنا 3 ايام، يبقى اليومين اللي بعد كده هنعطي فيهم ايه؟ هنكمل علاج لمده 5 ايام،
اليومين اللي بعد كده هنعطي فيهم املاح معدنيه. انا لسه ما جبتش الاملاح المعدنيه، انت تروح للبيطري يقول له انا عايز املاح معدنيه، هيعطيك املاح معدنيه اعطي منها يومين، بعد ما يفوت 3 ايام اعطي اليومين كمان، يبقوا كده 5 ايام. طيب اذا حضرتك مش لاقي رفع المناعه اللي احنا قلنا روبا ديار، على فكره مش لازم، ممكن البيطري يجيب لك نفس الدواء باسم تاني، شركه تانيه يعني، ما تتمسكش بالاسم قوي. اذا ما لقيتش رفع المناعه اللي هو البيطري الفيروسي ده، هتستخدم ايه؟ يبقى اميولانت مع فيروستات بدل رفع المناعه البيطري، خلاص، اللي هم زي ما قلنا 3 ايام سقوه واحده. يبقى كده خلاص، اللي مش هيلاقي ده يبقى هيستخدم الاثنين دول، 5 سنتي مع 5 سنتي على اللتر. يبقى المفروض بعد الخمس ايام تكون حدة المرض خفت، ده اللي احنا بنعمله عشان نخفف يا جماعة حدة المرض، نوقف من انتشاره، نحاول نحتوي الفيروس. يبقى بعد الخمس ايام المفروض الحبوب تكون جفت ونشفت، حبوب اللي هي الجدر اللي ظهرت في الحمام واحتوينا المرض. لكن لو ظهرت عدوى بكتيرية، تظهر منين عدوى البكتيرية؟ طبعا هيكون الحمام والزغليل مناعتها ضعفت، في حبوب ظهرت في جسم الحمام، ممكن الحبوب دي تتلوث بأي بكتيريا تصيب الحمامة، تلاقي الحباية كبرت واتنفخت وعبت وبقت كبيرة كده، تعرف ان هنا اتصاب الحمام بعدوى بكتيرية. يبقى هتعمل ايه ساعتها لو في اصابة بعدوى بكتيرية؟ يبقى لازم هتعطي مضاد حيوي. انا معايا اوكسي تتراسيكلين 5%، طبعا في شركات مختلفة لكن ده اللي معانا دلوقتي، اللي هتعطي اوكسي تتراسيكلين 5%. باودر تمام، لكن في الحالة دي مش هنعطي أي حاجة من الفيتامينات أو أي رفع مناعة إلا ما نقضي على الإسهالات، إن ظهر إسهالات، إن كان في إسهالات هنعطي الحاجات دي الأول، إذا كان في إسهالات خلاص. يبقى ده بيتاخد اللي هو 5% 4 سنت على اللتر تمام، وده معلقة ممسوحة على اللتر، ده تستمر عليهم من 3 ل 5 ايام اذا كان في العدوى البكتيريه زي ما قلنا. تعرفها منين ان في اسهالات؟ اسهالات وتلاقي الحبايه بتاعه الجدري كبرت اتنفخت، مش الحبايه الصغيره اللي هي ما تاثرش في حاجه. اذا كانت كده يبقى تاتي مضاد حيوي الاول، وترجع تاتي اللي احنا قلنا عليهم الخمس ايام اللي هم رافع المناعه دول، بما فيهم الالف دال، بما فيهم الاملاح المعدنيه تمام. يبقى كده اللي هو عملنا كل اللي علينا، لسه في حاجة اللي هي قلنا عليها ايه؟ النظافة. النظافة يبقى هتنظف المكان كويس قوي، وتنظف السلكات وتكنس الارضيات وترش من ده. انا جايب ده بوتوكس بيطري، ده قوي شوية عن الحاجات اللي كنا بنستخدمها قبل كده. كنا بنستخدم قبل كده لاستحمام الحمام وإفريزين او اوكتوموسرين، لكن الناس اللي عارفة ان هو في بقاله يجي سنة كده المادة الفعالة مش عارف ما عادش بيجيب نتيجة مع الحشرات بتاعت الحمام. الدبانة لسه موجودة رغم ان انا برشه ورشيته رش مباشر. الناس اللي استخدمته اخيرا يا ريت يكتب لي في التعليقات بيجيب نتيجة مع إفريزين واوكتوموسرين ولا لا، مش عارف، انا حاسس اللي انا جبته كان مغشوش، فيبريزين او اوكتوموسرين ما عادش بيجيب نتيجه. فانا هستخدم ده هنرش به المكان لغايه ما نشوف هنحمي الحمام بايه. واحنا دلوقتي بنحمي الحمام بخل التفاح وبنزود الجرعه شويه، يا اما تحط خل التفاح في البخاخه زي كده وتخفه بالميه وترش على الحمام، يا اما تحط لهم خل التفاح في اناء كبير ويستحمى فيها الحمام يحمي نفسه. اما لو في سلكات انت ابقى ايه، لو هو في سلكات حميه انت رشه بالبخاخه زي كده بخل التفاح. لكن دلوقتي هنرش المكان ببوتوكس البيطري، هو استخدامه الطبيعي بتاعه 1 سنتي على اللتر تمام، وممكن تكرره مثلا مرتين، يعني بعد اسبوع مره وبعد اسبوع كمان مره، يعني كل اسبوع تعمله كده لمده مرتين ثلاثه، مره كل اسبوع علشان تقضى على الحشرات تماما. لكن مهم قوي ان انت ما ترشش على الحمام، على جسم الحمام ما يطولوش، ووشه وخاصة الوجه وعينين الحمام ما يجيش فيها، حاول ترش بعيد. لكن انا هستخدمه نص سنتي بس، البوتوكس ده انا هستخدمه نص سنتي علشان انا مش هعرف افضي المكان من الحمام، وحاول برضو ما رشش على الحمام، وارش السلاكة وارش المكان كله بالبوتوكس ده نص سنتي على اللتر. يعني عندي البخاخة دي هحط فيها سنتي، هي 2 لتر اهو، احط عليها سنتي بس من الكمية بتاعتنا دي وارش بيها المكان. حطيت سنتي من البوتوكس اهو في الميه دي في البخاخه، واديناها كده ملناها عبيناها هوا
وهنبدأ نرش المكان، بس هنخلي بالنا ما نرشش على الحمام، وهنرش المكان والسلكات بالبخاخة بتاعتنا بالشكل ده. وتشيل، خلي بالك لازم لو انت هترش كده في السلاكة شيل المسائي والأجلات وشيل الطواجن دي كمان، عشان لو فيها تحديد الحمام هياكل منها. أرجو يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك لفيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.